السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده بيم 101 ان انسايت، ده تبع نيوزيلندا، وبيتكلم فيه عن المشاكل اللي بتواجه صناعة البناء، ان في فقد كبير جدا، يعني تقريبا 20% من الفلوس بتهدر بسبب عدم التحكم في المعلومات، وفي مشاكل في سير المعلومات، وممكن يكون في كذا من شركة، وممكن يكون الديزاين غير الكونستراكشن او غير الاوبريشن، فبتلاقي المعلومات فيها نقص كتير، فالنقص ده بيكلف فلوس وبيكلف وقت وبيكلف جودة، وكل شوية بنبعت RFI والمشاكل ديت. فهو هنا بيقول مثلا على سبيل المثال في الريورك بنلاقي عندنا مشاكل في الهيومن ريسورس، عندنا مشاكل في الانجينيرنج، عندنا مشاكل في الكونستراكشن بلاننج الماتيريال، وكل واحدة من دول فيها حاجات كتيرة، مثلا ضعف في التواصل، ضعف في السيفتي، عندنا مشاكل كتيرة جدا. فالحل للموضوع دوت إن احنا نعمل كولابريشن أكتر، نعمل تواصل أكتر، يبقى فيه تبادل في المعلومات أكتر. الكلام ده كله اتحل إزاي؟ اتحل من خلال البيم، ذا أنسر أوف بيم. حل المشاكل دي كلها هو إن احنا استخدمنا البيم. هو ده كان نتيجة كده إن الشغل بقى فيه نظام، وفيه سرعة في الأداء، وفي توفير للنفقات. هو على مستوى العالم في أماكن كتيرة جدا مهتمية بالبيم، وعندها ناشونال جايد لاين زي أمريكا، أستراليا، كندا، فنلندا، هونج كونج، نيوزيلندا، اليوكي، سنغافورة، وفي مجموعات لمناقشة الحاجات ديت. تمام، حتى اليوكي في السفارات بتاعتها في كذا دولة بيبقى في لقاءات لتبادل المعلومات حول البيم، من شدة اهتمامهم بالموضوع دوت. في لقاءات كده في السفارات أو في المدن، بحيث إن هم يناقشوا المواضيع، وبعد كده بيعملوا بيبر تصعد بحيث إن يشوفوا المعلومات أو آراء الناس عاملة إزاي. اليو اس اي من أوائل الدول المهتمية بالبيم، وصدر منها البيم بروتوكول اي 202، وده في 2008، وبعد كده في 2013 صدر الجي 202. فهو كل شوية بيعملوا ابديتد للمعلومات، وعاملين هم بيم بروجكت اكسكيوشن بلاننج جايد، عاملين بيم يوزز بروسيس مابس. اليو كي طبعا من الدول اللي اهتمت بالبيم من زمان، بداوا في 31 مايو 2011 يشوفوا امتى نطبق البيم، وازاي نقلل الاستهلاك ونقلل التكلفه ونقلل الوقت. فقالوا ان هو هيبقى اجباري على ابريل 2016، وده فعلا اللي حصل في انجلاند. وفي في اسكتلندا بقى في ابريل 2017، وويلز شغالين في الموضوع. شفت الورقه بتاعهم في البيم روعه، دي اهم الاكواد اللي موجوده في البيم ليفل 2. ده الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع، الخامس، وصدر السادس اللي خاص بالسيفتي. فهو الاكواد اهيت، تمام، البروتوكولات اللي ممكن تشتغل بيها. وحتى لو انت مش شغال في بريطانيا واعتمدت على الاكواد دي، هتوفر لك وقت كتير جدا. سنغافوره من ضمن الحاجات اللي عامله اكواد كويسه جدا، حاجه مخصصه بالمعماري، انشائي، كهروميكانيكال، جايد لاين ممتاز جدا، فانكشن بلان، تكنيكال. استراليا برضو من الدول المعتمدة على البيم، وماشيه ورا الكود البريطاني، تمام، وفي متابعة، وفي كتب كتير بتطلع منهم ممتازة جدا. دي باي بيلدنج سمارت، المفروض مفيش مسافة بين بيلدنج سمارت. ففي كتب كتير جدا، وفي تقسيمات، وفي ناس كتيرة ما شاء الله عاملة شغل كويس. بيم ان نيوزيلاند هنا بقى بيفصل الاهتمام، عاملين كذا ملحق بالكود الأساسي بيناقش كل حاجة، ازاي تعمل بيم فيكشن بلان، ازاي تعمل ده الهاند بوك مثلا بيتكلم عن أساس البيم والملخص عن البيم فيكشن بلان، وكيس ستادي لأكثر من مشروع معمول هنا عندهم. الاعتماد البيم أو تبنيه في نيوزيلندا، فبيبدأ يتكلم على المكونات اللي موجودة هناك وأهميته، واللي كان مرجو تحقيقه وتحقق قد إيه. ودي برضو إحصائيات لتطبيق البيم. طيب ايه هو البيم؟ طب ده بقى بيعرف البيم ان انت تطلع شغل قوي جدا، ويكون فيه كوردينيشن، وتقدر توفر الوقت، وكل ده من خلال البيم. فعشان كده لازم نهتم بتطبيق البيم والاعتماد عليه. الديفينيشن اوف بيم، في بيلدينج انفورميشن موديل، يبقى احنا كده بنتكلم عن نموذج،
لو احنا بنتكلم بيلدينج انفورميشن موديلنج يبقى احنا بنتكلم على البروسيس، العمليات اللي احنا بنعملها عشان نعمل بيم. بيلدينج انفورميشن مانجمنت ازاي هقدر استفاد من تطبيق البيم، ومهم جدا ان احنا نحط المعلومات الجرافيكال داتا، الحاجات اللي انت شايفها مقسمه، ونون جرافيكال داتا اللي هي المعلومات الخاصه بالعناصر، والدوكيومنتيشن، كل ده يبقى موجود في قلب البيم بحيث نقدر نستفاد منه. هو بيتكلم هنا عن نون جرافيكال داتا، ازاي ندخل المعلومات ديت تكون موجوده ونقدر نستفاد منها واي حد يحصل عليها. الدوكيومنتيشن زي في الرول بلاينج سيكشن تقدر تحصل، تبقى موجوده في قلب الموديل بتاعك. بيلدينج انفورميشن موديلنج ومانجمنت، طبعا مانجمنت اهم طبعا، ان انت تقدر تدير المشروع مش مجرد عامل نموذج على اساس تاخد منه سكاشن، لا تقدر تعمل سيفتي وتقدر تدير المبنى. واصبح البيم بي بينصح تطبيق البيم وخصوصا في البروكيورمنت. فهنا بيقول لك دي مراحل تطبيق المشروع، وبعد كده انت بتخلص المشروع تدي المعلومات دي كلها للراجل اللي هيشتغل في الاوبريشن وهيطبق البيم. دي بيقول لك ان البيم عندنا ليفل 0 ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3، نفس اللي موجود في اليو كي ونفس الموجود في اغلب الاكواد، خدوا نفس الحاجات دي بس كل واحد بيغير الصور والايقونات ديت بحيث ان هو يقول ان هو بيعمل حاجه اقوى او بيضيف حاجه، تمام، مش مجرد كوبي بيست. ليفل 0 بيعتمد على ال 2 دي كاد، ليفل 2 بيبدا يبقى فيه 2 دي و 3 دي بس في ميسنج في تبادل المعلومات بين الفروع بتاعت البيم المعماري والمنشأة الكهروميكانيكال. هنا ليفل 2 بدأت انت تسيطر على الشغل، كل شغل 3D، وتقدر تطلع اي معلومات وتقدر توفي بالبيم اكسكيوشن بلان. ليفل 3 ده بيبقى فيه انتجريتد للمعلومات، يبقى فيه هو موديل واحد كل الناس بتشتغل عليه ومفيش معلومات دي، وشغالين على الانترنت. بعد كده البيم ستاندرد الميثود اند بروسيسز اللي هو الاس ام بي، بيبدا بقى يتكلم ازاي نطبق البيم. ما ينفعش ان احنا نطبق بيم مجرد احنا نشتغل سوفت وير، لازم يكون عندك العمليات وعندك كود تقدر تشتغل عليه وتبقى عارف ايه استخدامات البيم اللي هنطلع بيها وايه هي ابعاد البيم اللي احنا نطمح فيه الوصول ليها، 2D و3D و4D و5D والان دي، لان انت عندك ما لا نهايه تقدر تطبق البيم ده في اي حاجه انت عايزها. العناصر بتاعت البيم بيبقى المفروض فيها المعلومات، وفي حاجة اسمها LOD اللي هي إن أنت كل شوية بتزود كمية المعلومات اللي أنت عايزها. يعني عندك LOD 100 مجرد بس بتكتب معلومات، تحط حاجات بسيطة جدا لأن لسه مخدتش موافقة. LOD 200 تبدأ تعمل تصميم مبدئي للشغل، وبعد كده بتقول LOD 600 تبدأ تحط الشغل بتاعك اللي هو الديزاين. LOD 400 هو ده بقى شغل دروينج، فلازم تحط فيه كل المعلومات اللي انت محتاجها. وبعد كده 500 ده الاسبكت، و600 اللي هو بيبقى الاوبريشن ان انت تشغيل المبنى. فلازم في بقى حاجه مهمه جدا، وهي لو انا عندي كذا برنامج بنتبادل المعلومات من خلال الاي اف سي. بعد كده بنلاقي حاجه اسمها كونستراكشن اوبريشن بيلدينج انفورميشن اكشينج اللي هي تبادل المعلومات على اساس نشغل المبنى من خلال برامج البي ام اس، تمام. فهو بتاخد الموديل وتحوله ملف زي الاكسل دوت، بيبقى فيه اللون دوت، ده معناه اللون الكرموزي على ما اتذكر. بيبقى ده هنا بتلاقي الابري ده حاجات ملزمه، هنا بتبقى حاجات مش الزاميه. انا بتكلم على الكولابريشن ريليشن شيب بين البيم مانجر والكلاينت والاقسام. طبعا بيختلف الرسمه دي بتختلف من مشروع لاخر، تمام. لما نشوف ايه الانسب حاجه لوصف المشروع. طريقه تطبيق البيم بتهتم بالبيج والتكنولوجي وتدرب الناس وتعمل لهم رولز. في بيم عربية بنتبنى الموضوع دوت، لو في اي حد عايز يطبق بيم يتواصل معايا وان شاء الله نعمل له حاجه كويسه، لان تطبيق البيم محتاج خطوات لازم الواحد يشتغل عليها. فهم في نيوزيلندا بيتكلم بقى عن الفوائد بتاعت البيم وايه الحاجات اللي هم طبقوها عشان يعملوا التطبيق.